فلذلك تستغرب انت من الفرق اللي قاعده تصارع، ولما تشوف ادائها الاداري تقول والله هذا نتيجه اللي قاعد يحصل فعلا. تجي مثلا للفيصلي تقول ليش غيرت المدرب الايطالي وانت ماشي معه تقريبا كويس؟ يقول والله تعامله احترافي زياده عن اللزوم. انا اول مره اسمع العذر هذا. بعدين تجيب مدرب يغير لك الان الخطه كلها، والان قاعد تجي في هبوط، الحين تجيب مدرب يوناني. تجي للرائد برضه بابلو ماشين ماشي معك كويس، فجأة تغيره ومستواك ينخفض في الدور الثاني. لذلك كل الفرق تقريبا الآن خلينا نقول أنت تشوف أغلب الفرق هذه هي انعكاس لعمل فني ولا عمل إداري أكثر؟ طبعا هي هو شوف، هو زي ما يقولون تعرف أنت، والخباز يبغى فلوس والأشياء دوحة يا دوحة. كلها تجي هي زي الدومنة، لما تطيح واحدة تطيح الباقيات كلها. أنت لما اخترت خطأ تبدأ النتائج كلها. أنا بضربك في النصر لما بدايته مع مانو مينيز، هذا في بدايته حاول يلحق بس ما قدر يلحق، تحسن مستواه مع روسو الأخير هذا بس ما قدر يلحق. الآن اللي أنت تشوف الفرق هذا الآن تبغى تلحق الآن بس ما تبغى، بعضها ها تتنفس شوي نقول وتطلع شوي وتنزل، وبعضها لا غرقت زيادة. لما تتكلم مثلا عن الحزم، تتكلم مثلا عن التعاون، التعاون اللي احنا نشوف افراده مو طبيعية، بس تجي على وفي الملعب فريق شخصيته قوية، تجي ما تلاقي مجموعة افراد فقط بس. تجي خلينا نقول للرايد نفس الحكاية، اشوفه غريب. تجي للاهلي بنفس الحكاية، احنا جالسين ذيك الايام مع مدربهم باسمي تعتقد اسمه نسيت اسمه اعداد، فلذلك هذه فلذلك تجي في بعض الاخطاء ما تحس اتفاق، ما تحسن فيه بدايه الموسم الاستعداد شراء اللاعبين، فجاه تلاقيهم قاعد يغيرون كل التخطيط. الفيحة ماشي صح وماشي على نفس طريقته ونفس خطه. ابها غير في الدور الثاني من طريقته الفنية وتحسن مستواه، لما رجع يلعب ثلاثة سناترة وجاب اللاعبين اللي يبغاهم، جاب الزوري وجاب عفيفة اللي هم ثلاث مدافعين مع السنتر اللي مع عطوش الظاهر، ومشى معاهم بنفس التكتيك ونجحت معه وبدأ ياخذ نقاط. حتى في بعض التغييرات إيجابية، أنا مدرب عندي النظرة الفنية وعندي إدارة برضه خلينا نقول عندها جزء. أما الآن لا، تحس ان الـ اهم شيء عندي انا اني قاعد اسوي كل شيء. تعرف انت لما يصير عندك مريض وتقعد توديه طبيب اعشاب وطبيب كوي ومش عارف ايش اي شيء، اي واحد يجي ينصح والله انا قد اخذت كرتون علاج خذ استخدمه انت بس، انت بس هو في النهايه جالس يضر اللي معاه، يعني يجيب له اعراض جانبيه اكثر. مو بهذا هو العيب، انت عندك اصلا خلل، وتلاقي في الفريق يجي ضحايا، تلقى بعض المرات المدرب ضحيه، يعني زي المدرب الهولندي هذا اللي شالوه نتاو. انا اتوقع انه ضحيه. انا والله هذا غريب صراحه. أنا تعاقد الجوله 25 الجوله 26 شالوه، وفي الاسيوي المفروض انها استعداد، فجاه اكتشفته، مع انك انت لما جلست بتاكد انك جالس انت وياه ومحدد اهدافك وعارف الفريق وقاري الفريق، بس هي بعض المرات الفرق هذه وجود يعني زي ما يقولون تبغى تبعد تبرئ نفسها. واللي جالس يصير ترى المشجع من حقه يقول اللي يقول، حتى احنا نتكلم ممكن حقك تقول تتكلم اللي تقوله، بس نتائج تخطيطك حتى استراتيجيا انت تمسك فيه، وفي النهايه لابد ان تنجح.